مرحبا، اليوم بدي اعمل انا وياكم طريقة تحضير البرازي. عنا 250 جرام طحين، 100 جرام سكر، 125 جرام سمنة دوبتها، 55 ملي مي، ملعتين طعام قطر. لنبلش الطريقة مع بعض. بسم الله. بحط السمنة فوق طحين وبحركن مع بعض بالإيد أفضل. بس خلطتهم مع بعض هلأ بغطيهم وبتركهم يرتاحوا ربع ساعة. بعد ما ارتاحت العجينة ربع ساعة بدنا نكفي الطريقة مع بعض. بخلط السكر والماي والقطر مع بعض، بحركهم بس حركتهم. هلا بحطهم فوق العجينة، بعجنهم. بسم الله بهذا الشكل. كل ما عجنت كل ما شدت العجينة أكتر. هلا صارت العجينة جاهزة للاستعمال. هلا عنا كوب سمسم، 3 معالق طعام قطر، ملعقة طعام سكر، وكوب فستق حلبي مكسر بهيدا الشكل. لنكفي الطريقة. بحط السكر والقطر فوق السمسم، بحركهم مع بعض. هلا صاروا جاهزين السمسمات. كمان بشيل عجينة صغيرة عملها بهيدا الشكل، بغطى شوي بالفستق، برجع بالسمسم بضغط عليها بهيدا الشكل. هلا بحطها على ورق الزبدة. إذا بدي شو بعمل؟ بغط إيدي بشوية طحين لاستعمل العجينة وما تلزق على الإيد. حطها شوية بالفستق، كمان برجع بالسمسم بهيدا الشكل، ما بتلزق دغري بتنشال. لكفي الباقيين وبرجع بشوفكن. هيدي البرازي بعد ما حطيتها على ورق الزبدة، هلأ بدخلها على فرن حامي على درجة 200 من الأعلى من الأسفل. هول البرازي اخدوا بالفرن حوالي 8 دقايق، هلا بحطهم ليبردوا وبرجع بحطهم بوعاء. هذا الشكل النهائي للبرازي اللي عملتهم انا وياكم، وهيدا الشكل من الاسفل. هذه البرازي اللي عملتها انا وياكم. بتمنى يلي بيحضر الفيديو يبعث تعليق اذا عجبته الطريقه ام لا، وان شاء الله بشوفكم بالفيديو الجاي. باي باي.